اليوم رانا في البطولة الوطنية الأولى للعبة تيك بول. كما يعلم الجميع أن هذه رياضة جديدة بالنسبة لنا كاتحادية وفي الجزائر كذلك. احنا من خلال هذه البطولة استراتيجية الاتحادية لرضا الجميع والجوارية هي اللي راح تطور هذه الرياضة على مستوى كل وطني. عرفت هذه التظاهرة مشاركة 12 ولاية القطر الوطني، يعني العدد الإجمالي للمشاركين حوالي 98 مشارك. اليوم جينا نشاركوا البطولة الوطنية لرياضة التيك بول أنا وزميلي حمزة. الحمد لله رانا نشوفوا معنا منافسة جيدة بين عدة فرق، كان عدة فرق مشاركة ثانا كما سكيكدا، قسنطينة، غردايا. الحمد لله راهي منافسة ماشية كما نقولوا ماشية مليحة، وإن شاء الله إن شاء الله نتوجوا باللقب. إن شاء الله نتوجوا باللقب. التيك بول هذه كرة طاولة تلعب بجميع أعضاء الجسم ما عدا اليدين. هذه اللعبة تلعب لدى الجنسين الذكور والإناث. إن شاء الله نكون بتطوير هذه الرياضة، وهي رياضة جميلة جدا، رياضة تنافسية الله يبارك عليها.